ماشي، ما هي من خمسة ابتدائي بس انتي بتلبسيها، هي مريحاكي، انتي هتعرفي تسألي نفسك. انا دلوقتي مش هروح عند اعمل الاناليسس بتاعت البودي شيب بتاعتي والفيس شيب بتاعي والكلر اناليسس والحاجات اللي انا بشتغل عليها. طب انا كست في البيت هعرف ده ازاي؟ همسك القطعة دي وهسأل نفسي كذا سؤال. اول سؤال، انا القطعة دي بلبسها كل قد ايه؟ نفرض ان انا لقيت نفسي مثلا انا بلبس بليزر معين كتير جدا، طب خلاص انا عرفت، طب البليزر ده ايه مميزاته؟ الكات مثلا بتاعته مظبوطه عليا، انا كتفي ساقطه فهو في اوبلات مثلا، هو في ناك فبيسحب من صدري شويه، هو دبل كروازيه فانا بحبه عشان بيعمل لي وسط بشكل معين طول ومناسب ليا، فانا لما بلبس بنطلونات وباط ببتدي احلل القطعه دي اللي انا اكتر حاجه بلبسها وابتدي اشوف طب وخامتها عامله ازاي. انا بحبها عشان خامتها، لا انا بحبها عشان لونها، لما بلبس اللون ده عليا الناس كلها بتقول لي شكلك حلو، بحس ان انا مورده مش محتاجه احط ميك اب. انا بسال نفسي الاسئله دي وبنوت، فانا الحاجات دي لما بخلصها ببتدي اعرف انا الخامات اللي انا بحبها ايه. ده بدل ما اجيلك واعمل معاكي اناليسز او يعني احلل الموضوع. بصي ده اسهل طريقه اللي ممكن ست او راجل في البيت يعرف من انت في قطع ايه اللي بيخليكي في قطع انت بتحبيها كده. اكيد ولادنا مثلا بلاقيهم ماسكين كام حاجه كده مسيطرين عليهم، واحنا نفس الكلام كام بيس كده مسيطرين عليهم. احنا لو سالنا نفسنا الاسئله دي هنعرف نجاوب على الحاجات البيزك. لما اجي انزل اشتري هعرف انا بدور في ايه ليه. يعني مثلا ال طالع موضه قوي كل ما هو زي التادي بير كده صوف وفي زي فرو بالظبط، بس هو بيتخن فبرضه لو حد تخين المفروض ما يلبسهوش او هنلبسه ازاي. يعني ممكن يبقى هو فرو بتاعه عالي قوي فممكن يتخن، لكن لو فرو بتاعه واطي شويه تمام. لو الكات بتاعته عامله ازاي يعني برضو ممكن تعرفي هتحطيه فين، قطعه كامله او قطعه هو زي الابيض ده ولا لا ده مش لا مش ده. تمام، تحبوا نتكلم على الحركات بتاعت الفيونكات والحاجات الكبيره دي؟ بصي تعالي نتكلم على الحاجات الترند. اوكي، دي هتسهل لنا واحنا بنشتري نعرف ايه نعرف نجيب ايه وما نجيبش ايه. وبرده واحنا بنتفرج كده على الصور يعني قولي لنا ايه الشيب بتاع الجسم اللي يليق عليه حاجات شبه دي. طيب شبه الصوره اللي معانا يعني. احنا من الحاجات اللي طالعه ترند جدا جدا في الحاجات الكلاسيك الحاجات اللي فيها فيونكات جدا، وبالذات على جنب واحد او في النص، الكمام الواسعه الاساور بتاعتها عريضه، او فكره الشميز بصفه عامه اللي فيه حركه مش البيز قوي. تمام، دي من ده زي الابيض زي الابيض لو شفتي الجاكيت هنا دوت توب تحت. احنا الحاجات اللي احنا جايبينها دي كلها حاجات من الران واي. البنطلونات اللي نازله رجليها واسعه طالعه جدا جدا للرجال والستات. يعني السليم خلاص ما بقاش لا موجود. موجود بس موجود في الشتاء اكتر من الصيف، يعني لان احنا بنحتاجه جدا واحنا بنلبس بوتات. والبوتس طبعا طالعه موضه جدا، الهاي لينث وميدي ولغايه تحت. ده حاجه. ممكن نبص على حاجه تانية؟ طيب البليزرز هي احنا عندنا هنا مش لازم ناخد الحاجه زي ما هي وننفذها. اوكي، احنا جايبين الحاجات دي من الران واي مينلي البوكسي شيب، الكتاف العريضه، الحاجات اللي فيها اوبالات طالعه موضه جدا، بس هل هي تنفع مع اي حد؟ انا ما بحبهاش مثلا. ماشي، يعني بصرف النظر بقى هي بتليق على الشيب بتاع جسمي او لا، انا ما بحبهاش اصلا طول عمري يعني. بالظبط، بس هي ممكن تليق على حد هو رفيع من فوق وعريض من تحت، اللي هو البير شيب، الكتافه كنزه وجنابه عريضه. طيب هنبص تاني على الجاكيت الاحمر والجاكيت الابيض، مين اللي مركزين جدا جدا على الوسط ان هو احنا رجعنا تاني في الموضه ميالين لحاجتين، لا اما الحاجات الاوفر سايز قوي، لا اما الحاجات المبينه الوسط وجمال جسم الست. الديكولتيه الواسع ترند جدا جدا للشباب الصغير والاكبر. مش لازم يبقى مفتوح صدره مفتوح، ممكن تبقى مفتوح شويه، دي بيدي كتاف عريضه برضو هينفع قوي مع البيرشيب، الجسم الكوميترا والجسم الاور جلاس هينفع معايا. ممكن نبص على حاجه تانية؟ طب البنطلونات الواسعه اللي كانت معانا من شويه دي بتليق على كل الاجسام كل حسب وسعها. حسب وسعها.
احنا نعرف ازاي منين نوسع الاكتر مقاس ممكن ماشي البنطلونات ايوه ديت مثلا قصدك على الصوره الثالثه احنا هنتكلم في البنطلونات لسه كمان شويه بس ممكن اقول لك الحته دي البنطلون امتى المكان اللي ابتدي اوسع منه عند اعرض حته في جسمي اوسعها مش اضيق اوسع من عندها تمام اوكي لكن لو انا مثلا عريضه قوي من الجناب ما انزلش بقى لغايه تحت خالص وابتدي اوسع ابتدي اوسع واحده 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 وابتدي انزل اوكي غير لو انا لابسه بنطلونات تايت وضيقه هبتدي اشوف اللينث برضو بتاع الجواكت يعني احيانا القصه بتاعه الجاكيت ممكن تبقى قصيرة. عاليه شويه قصيره عشان الجواكت القصيره موضه برضو كمان بالظبط كل ما نزلنا عليها بنطلون او كمان طالع جدا حاجتين طالع الفساتين زي اللي انت لابساه البيس اللون ساده طالع جدا جدا والجوبات الميدي طالع موضه جدا 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 فاحنا ممكن في الحاله دي وبالذات الاي شيب هتبقى لايقه جدا معانا تعالي نبص على حاجات تاني نبص على الصور تاني بعد اذنك يا خلود الشيلان برضو موضه والجلد طبعا موضه تعالي نتكلم بسرعه الجواكت دي اللي هي اسمها بايك جاكيت البايك جاكيت اللي هي الجواكت زي بتوع الناس بتوع الموتوسيكلات دي طالعه موضه جدا جدا اذا جينز او جلد في داخلها فرو او جلد في جلد اللي بعديها لو سمحتي دي هي دي وكمان البنطلون القطيفه دوت القطيفه المضلعه والشموانه دي موضه جدا جدا زي ما انا قلت لك الوقت بقى يعني كان زمان يعني الشموانه ده ليه وقت نلبسه فيه يعني اللي هو بالليل رايحه مناسبه دلوقتي لا بالنهار بس حسب لمعته يعني لو هو بيلمع قوي هو على العموم اي كل بلينج بلينج طالع جدا جدا بس احنا يعني احنا كمصريين ما عندناش الثقافه دي قوي فممكن نخليه بعد الظهر اللي هو فيه لمعه قويه قوي تعالي نبص على بعضه بصي دي الالوان احنا عندنا باليتة الالوان النبيتيات كلها طالعه موضه الاحمر بكل درجاته من اول البلاك ريد لغايه البرتقاني طالع موضه الجراي زي اللي انت لابساه طالع موضه البلو بلاك طالع موضه دول الالوان الاساسيه البني بكل درجاته زي الدرجه اللي انا لابساها دي طالع موضه جدا انت عينيكي حلو البيج الكافيه البني مكتسح بجداره ممكن نبص على اللي بعده زي الاحمرات الاحمرات اللي احنا بنتكلم عليها احنا كده بنتكلم على الالوان انت قلتي الفابريكس او الماتيريال او القماش نوع القماش نفسه ايه الانواع الموضه غير القطيفه والشماه والجلد بصي القطيفه الشماه الجلد الحاجات الجينز من الاول للاخر من فوقك لتحت الجينز موضه جدا 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 الجينز اللي داخل في هو الجينز موضته ما بتقفش يعني انا لو عندي قطع جينز في الدولاب احافظ عليها قدر الامكان بالظبط دي من القطع اللي الواحد ينفست فيها جدا اذا من فوق او من تحت طيب. وبالذات لو من تحت وكل الاطوال وكل الاشكال بتاعه الجواكت الجينز وقصات البنطلونات قصات البنطلونات مينلي طالعه الوايد ليج اللي هي من فوق واسعه من تحت زي ما قلنا احنا فين هنبتدي نوسع منها دي اكتر حاجه بصي هنا بنتكلم هنا بقى يعني برضو ندي الراجل حقه لان هو الحقيقه بيبقى مظلوم في الدولاب برضو في البيت البنات بتاخد بياخد حته صغننه وكل شويه بيحصل عليها غارات ويتاخد منها حته لحد ما بيبقى ما عندوش غير رف تقريبا بصي احنا من الحاجات الموضه جدا 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 ونركز عليها قوي اذا حريمي او رجالي المنتهات دي من الحاجات اللي ننفست فيها ولسه قدامنا كذا سنه فيها بس هو الاسعار برضو بتاعت المنتهات الطويله يعني نحاول نجيب نحاول يبقى عندنا قطعه مثلا او قطعتين واحنا اوريدي عندنا من قبل كده فممكن السيزون ده نجيب حاجه واحده اصلا مثلا الترانش كوت زي اللي انا لابساه اذا رجالي او حريمي ترند جدا ولسه قدامنا كذا سنه في منه اطوال مختلفه في منه قصير وفي منه طويل بس احنا لو هننفست خلينا في الطويل اوكي نيجي بقى للرجال اللايرز حدث دفع وشياكه حدث ولا حرج تاني حاجه البيز بتاع البيس ان طالع ترند جدا المونوكروم ان احنا نلبس من فوقنا لتحتينا رجال وحريمي لون واحد ونبتدي الكوت او الجاكيت او الكوفيه اغمق او كذا برضو من البيسز الستيتمنت جدا 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 الفتره اللي جايه الكوفيات والكوفيات الكبيره ولو احنا عاوزين نخليها فيمينين شويه ممكن نحط لها براش كبير دي من الحاجات
انت بتخلقي بقى، مش انت عاوزه عندك قطعه وعاوزين نخلق نغيرها. البنطلونات اللي رجليها ضيقه شويه، اللي فيها كسر، اللي فيها سنه ستريتش للرجال، اللايرنج زي ما قلنا، الاكسسوري المهمه جدا ان احنا تبقى موجوده عند رجالي والحريمي، الايس كاب زي ما احنا قلنا، الكوفيه، النضاره الكبيره، الكاب برضو جدا، السنيكرز السنيكرز ما بتقولش لا، وبالذات لو ابيض ما بتقولش لا طول الوقت. ده الجوكر يعني في صيف وشتاء، صيف وشتاء موجوده. البوتس زي ما احنا قلنا طبعا. برضو الرجالي الواطيه، الحريمي عندنا لغايه العالي. ممكن نبص على حاجه تانية، معانا صور تانية رجالي. حلو ده. البنطلونات السويت بانس طلع جدا جدا حريمي ومريحة طبعا، ولو هو بيشتغل في حاجة فيها حركة كتير. برضو من الحاجات اللي من السنة اللي فاتت موجودة السوتس اللي من فوق وتحت نفس اللون، وتبتدي بقى تحطي عليها ليه. يعني احنا بنشكرك جدا، وضحت لنا حاجات، احنا انبسطنا معاكي قوي الحقيقه، ووضحت لنا كده بعض الافكار. بس اكيد هيبقى لنا لقاءات ثانيه تقولي لنا برضو نعمل ايه بالظبط، ونوظف لبسنا اكتر ازاي. شكرا جدا شيرة زقزوق على وجودك معانا، خبيره الموضه. شكرا.